بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ من مقامات بديع الزمان الهمداني، المقامة الأخيرة والمقامة الأولى بعد الخمسين وهي الأخيرة، بعنوان المقامة البشرية. حدثنا عيسى بن هشام قال: كان بشر بن عوانة العبدي صعلوكا، فأغار على ركب فيهم امرأة جميلة فتزوج بها وقال: ما رأيتك اليوم؟ فقالت: أعجب بشرا حور في عيني، وساعد أبيض كاللجين، ودونه مسرح طر في العين، خمصانة ترفل في حجلين، أحسن من يمشي على رجلين. لو ضم بشر بينها وبيني، أدام هجري وأطال بيني، ولو يقيس زينها بزيني، لأسفر الصبح لذي عينين. قال بشر: ويحك من عنيت؟ قالت: بنت عمك فاطمة. فقال: أهي من الحسن بحيث وصفتي؟ قالت: وأزيد وأكثر. فأنشأ يقول: ويحك يا ذات الثنايا البيض، ما خلتني منك بمستعيض، فلان إذ لوحت بالتعريض، خلوت جوا فاصفري وبيضي، لا ضم جفناي على تغميضي، ما لم أشل عرضي من الحضيض. فقالت: كم خاطب في أمرها ألحا، وهي إليك ابنة عم لحا. ثم أرسل إلى عمه يخطب ابنته، ومنعه العم أمنيته، فآلى ألا يرعي على أحد منهم إن لم يزوج ابنته. ثم كثرت مضراته فيهم، واتصلت معرته إليهم، فاجتمع رجال الحي إلى عمه وقالوا: كف عنا مجنونك. فقال: لا تلبسوني عارا، وأمهلني حتى أهلكه ببعض الحيل. فقالوا: أنت وذاك. ثم قال له عمه: إني آليت أن لا أزوج ابنتي هذه إلا ممن يسوق إليها 1000 ناقة مهراء، ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة. وغرض العم كان أن يسلك بشر الطريق بينه وبين خزاعة فيفترسه الأسد، لأن العرب قد كانت تحامت عن ذلك الطريق، وكان فيه أسد يسمى داذا، وحية يدعى شجاعة، يقول فيه مقائلهم: أفتك من داذ ومن شجاع، إيك داذ سيد السباع، فإنها سيدة الأفاعي. ثم إن بشرا سلك ذلك الطريق ثم نصفه حتى لقي الأسد وقمص مهره، فنزل وعقره، ثم اخترط سيفه إلى الأسد واعترضه وقطه، ثم كتب بدم الأسد على قمصه إلى ابنة عمه: أفاطم لو شهدت ببطن خبت، وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا، إذا لرأيت ليثا زار ليثا، هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. تبهنس ثم أحجم عنه مهري محاذرة، فقلت: عكرت مهرا، أني القدمي ظهر الأرض، إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا. وقلت له وقد أبدى نصالا، محددة ووجها مكفهرا. الأسد يكفكف غيلة إحدى يديه، ويبسط للوثوب علي أخرى، يدل بمخلب وبحد ناب، وباللحظات تحسبهن جمرا، وفي يمناي ماضي الحد أبقى، بمضربه قراع الموت أثرا. ألم يبلغك ما فعلت ضباه بكاظمة غداة لقيت عمرا، وقلبي مثل قلبك ليس يخشى مصاولة، فكيف يخاف ذعرا. وأنت تروم للأشبال قوتا، وأطلب لابنة الأعمام مهرا، ففيما تسوم مثلي أن يولي ويجعل في يديك النفس قسرا. نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا، فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرا، مشى ومشيت من أسدين راما، مراما كان إذ طلباه وعرا. هززت له الحسام فخلت أني سللت به لدى الظلماء فجرا، وجدت له بجائشة أرته بأن كذبته ما منته غدرا، وأطلقت المهند من يميني فقد له من الأضلاع عشرا، فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. وقلت له يعز علي أني
قتلت مناسبي جلدا وفخرا، ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبرا. تحاول أن تعلمني فرارا، لعمر أبيك قد حاولت نكرا. فلا تجزع فقد لاقيت حرا، يحاذر أن يعاب فمت حرا. فإن تك قد قتلت فليس عارا، فقد لاقيت ذا طرفين حرا. فلما بلغت الأبيات عمه ندم على ما منعه من تزويجها، وخشي أن تغتاله الحية، فقام في أثره وبلغه وقد ملكته صورة الحية. فلما رأى عمه أخذته حامية الجاهلية، فجعل يده في فم الحية وحكم سيفه فيها، فقال: بشر إلى المجد بعيد همه، لما رآه بالعراء عمه، قد ثكلته نفسه وأمه، جاشت به جائشة تهمه، قام إلى ابن للفلا يأمه، فغاب فيه يده وكمه، ونفسه نفسي وسمي سمه. فلما قتل الحية قال عمه: إني عرضتك طمعا في أمر قد ثنى الله عناني عنه، فأرجع لأزوجك ابنتي. فلما رجع جعل بشر يملأ فمه فخرا حتى طلع أمرد كشق القمر على فرسه مدججا في سلاحه. فقال بشر: يا عم إني أسمع حس صيد. فخرج فإذا بغلام على قيد. فقال: ثكلتك أمك يا بشر أم قتلت دودة وبهيمة؟ يقصد الحية والأسد. دودة وبهيمة تملأ ماضغيك فخرا. الفتى الغلام الذي قالها لبشر: أنت في أمان إن سلمت عمك. فقال بشر: من أنت لا أم لك؟ قال: اليوم الأسود والموت الأحمر. فقال بشر: ثكلتك من سلحتك، ثكلتك أمك. فقال: يا بشر ومن سلحتك؟ وكر كل واحد منهما على صاحبه، فلم يتمكن بشر منه، وأمكن الغلام 20 طعنة في كلية بشر. فلما كلما مسه شاب السنان حماه عن بدنه إبقاء عليه. ثم قال: يا بشر كيف ترى؟ أليس لو أردت لأطعمتك أنياب الرمح؟ ثم ألقى روحه واستل سيفه، فضرب بشر 20 ضربة بعرض السيف، ولم يتمكن بشر من واحدة. ثم قال: يا بشر سلم عمك واذهب في أمان. قال: نعم، ولكن بشريطة أن تقول لي من أنت. فقال: أنا ابنك. فقال: يا سبحان الله، ما قارنت عقيلة قط. لم يتزوج من قبل فيما يذكر. فأنى لي هذه المنحة؟ قال: أنا ابن المرأة التي دلتك على ابنة عمك. فقال بشر: تلك العصا من هذه العصية، هل تلد الحية إلا الحية؟ وحلف لا ركب حصانا ولا تزوج حصانا، ثم زوج ابنة عمه لابنه.